والابن والروح القدس إله واحد آمين. ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوساً للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان باراً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان، وقال لمريم أمه: ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضاً يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. ولما تمت ثمانية أيام أو ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع. هنشوف كم مرة هنا إن العائلة المقدسة تخضع للناموس وواضع الشريعة، وإله الناموس يخضع للشريعة وللناموس. أول حاجة اليوم الثامن والختان، والحاجة الثانية ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى، كانت المرأة لما تولد ذكر تقعد 40 يوم في البيت لغاية لما بعد الأربعين يوم تروح بقى الهيكل وتقدم ذبيحة، لما تولد أنثى تقعد كم يوم؟ 80 يوم، ده الشريعة. وبرضو حفظت مريم العذراء والقديس يوسف النجار هذه الشريعة. وأنا عايز أقول إن المولود أيضا كان بيحفظ الشريعة التي وضعها. ياما ناس يحطوا قوانين يطبقوها على الناس ما يطبقوهاش على نفسهم. ياما بنحط في البيوت عندنا لأولادنا مبادئ عشان يعيشوا عليها وإحنا مش عايشين من المبادئ دي. لكن المسيح في اتضاعه العجيب إن هو الوضع هذه الشريعة ولكن خضع لهذه الشريعة، بس هنشوف بعد شوية وخضع ليها ليه وأكمل بر الطاعة إلى الإيه؟ إلى التمام. وبعدين مش بس إن لما بعد ما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى دخلت الهيكل، لا كمان ليقدموه للرب. ليه؟ لأن الشريعة بتقول إيه؟ كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى إيه؟ قدوسا للرب. فلازم يجوا يقدموه لإيه؟ للرب. وكان علشان إنه كل ذكر لازم إنه يقدم للرب عشان يعفى من خدمة الهيكل، فكان يدفعوا نص شاقل فدية ليه ويقدموا كمان ذبيحة. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام، ودي كانت الذبيحة اللي بيقدمها الايه؟ الفقراء. لكن الأغنياء كان بيقدموا ايه؟ عارفين؟ يقدم حمل، يقدم خروف، يقدم حاجة يعني غالية. لكن لأن العذراء ويوسف النجار كانوا فقراء فهم طبقوا الناموس وقدموا إيه؟ زي مكتوب في الناموس زوج يمام أو إيه؟ فرخي حمام. تعالوا بصوا يا جماعة،
الذي لم تستطع أمه أن تقدم حملا عندما ذهبت إلى الهيكل، قدم هو نفسه زي ما قال يوحنا المعمدان، هذا هو إيه؟ حمل الله الذي إيه؟ يرفع خطية العالم. حقيقة المفارقات لما نقعد نقرأ كده ونشوف إزاي المسيح في اتضاعه العجيب أكمل كل بر الناموس. طب هو ليه المسيح خضع للناموس بالكامل؟ دي أول كلمة في موضوع النهاردة، الناموس والنعمة. لما نشوف الرسالة إلى أهل غلاطية في الإصحاح الرابع والعدد 3، هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه إيه؟ مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. والمسيح فعلا نفذ كل مطالب الناموس بالكامل، لكن ليه عمل كده المسيح؟ قالك ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. خلي بالكم الكلام اللي جاي في منتهى الأهمية بقى. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذن لست بعد عبدا بل إيه؟ حد يقول ابنا. لست بعد إيه؟ قولوا معايا، لست بعد عبدا بل إيه؟ ابنا. خلي بالكم هنا في عبد وفي ابن، وإن كنت ابنا فوارث إيه؟ لله بالمسيح. يبقى إذن الناموس لأنه كان كله أوامر ونواهي، فأنا لما بعيش بالناموس بعيش كعبد. صحيح إن كان في يعني في أحكام الناموس وفي الشريعة إن اللي يفعل كل ما هو في الناموس يحيا بهذا الناموس، كل من يفعلها يحيا بها. لكن اللي حصل إن الناموس لأنه كان في وصايا روحية والطبيعة البشرية فسدت بسبب الخطية، الناس ما قدرتش إن هي تنفذ وصايا الناموس، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. ما حدش يقدر يتبرر بأعمال الناموس، لأن لا يمكن إن في إنسان واحد يقدر إنه ينفذ وصايا الناموس. أقول لك وصية من وصايا الناموس، حب الرب إلهك إيه؟ من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وإيه؟ وقريبك كنفسك. طب دي تعملها إزاي؟ تعملها إزاي بهذه الطبيعة الفاسدة؟ ده إحنا بالكاد وإحنا خدنا الطبيعة الجديدة، خدنا الخليقة الجديدة، بالكاد أقدر أحب قريبي زي نفسي. أنا بقول لكم كلام يا جماعة، أصل إحنا بنقول إن في وصية كمان يعني أكتر من كده، أحبوا أعدائكم. بس أنا عايز أقف، ده أنت لو حبيت قريبك زي نفسك هتحب عدوك، ودي كانت موجودة في الناموس. علشان كده هنا في بقى نقلة موجودة في الإنجيل، أنا عبد ولا ابن؟ العبودية معناها إن أنا عايش أعمل ده وما تعملش ده، ده غلط وده صح. أمال إيه معنى الحرية؟ المسيح قال بكل صراحة كده، كل من يفعل الخطية هو إيه؟ عبد إيه؟ للخطية. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، ولكن الإبن يبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة إيه؟ تكون أحرار. الله إذن في حرية اسمها حرية مجد إيه؟ أولاد الله. في حرية وفي عبودية. في ناس لغاية النهاردة عايشة من ناموس. مرة رحت أزور ناس وبكلمهم عن الحياة مع المسيح، قالوا يا أبونا إحنا بنعمل كل اللي موجود في الوصايا العشر. بتعملوا كل اللي موجود في الوصايا العشر؟ قالوا لي آه بنعمل كل الوصايا، إحنا مطلوب منا إيه أكتر من كده؟ لسه عايشين عبودية. ما دي العبودية، هو أنت تقدر تنفذ الوصايا العشر وإنت لسه ما تعرفتش على المسيح؟ ده من يغضب على أخيه باطلا بيكون إيه؟
قاتل نفس. الله، طب مكتوب لا تقتل، انت ما بتقتلش، بتمسك سكينة ولا بتمسك مسدس وبتذبح او بتقتل، لكن انت بتغضب على اخيك باطلا. فعلشان كده احنا لازم نعرف بقى الناموس انه روحي ما هوش حرفي. من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى ايه بها في قلبه، لا تزني. فعشان كده المسيح بقى ايه بقى افتدانا منين؟ من لعنة الناموس، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. في وصية كانت بتقول من لا يثبت في كل من هو مكتوب في الناموس ملعون، سفر التثنية، ملعون كل ما من لا يثبت في كل ما هو مكتوب في الناموس، تحت لعنة. لكن المسيح افتدانا ايه بقى؟ من لعنة الناموس، الصارة لعنة لأجلنا، لأنه ملعون ايه؟ مكتوب ملعون ايه؟ كل من علق على خشبة. عشان كده لما ابتدى يوحنا انجيله يقولك لأن الناموس بموسى ايه؟ أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح. الحقيقة في فرق كبير بين الناموس والنعمة، بين العبد وبين الابن، بين الحياة حسب الجسد والحياة حسب الروح. عشان كده دي أول حاجة في موضوع النهاردة، أنا أسأل نفسي مرة واثنين وثلاثة، أنا عبد ولا ابن؟ أنا عايش بالناموس ولا عايش في حرية مجد أولاد الله لأني بكره الخطية، لأني خدت الخليقة الجديدة؟ إذن إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة. الأشياء العتيقة بتاع الإنسان العتيق دي خلاص انتهت، هو ذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. النقطة الثانية، ودي بقى هناخدها من سمعان الشيخ. سمعان الشيخ ده، وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان إيه؟ برا تقيا. ده كان بينتظر إيه سمعان ده؟ يقول لك تعزية إيه؟ إسرائيل، تعزية إسرائيل. خلي بالكو التعزية هنا هي الخلاص نفسه. عارفين سفر أشعياء صح 40 أول عدد يقول إيه؟ عزوا شعبي، لأنه ابتدى يتكلم عن الخلاص من أول إصحاح 40 لغاية آخر إصحاح. ومين هو المعزي؟ المسيح قال للتلاميذ أنا أرسل لكم إيه؟ معزيا إيه؟ آخر. يبقى المعزي الأول هو مين؟ المسيح. كما تكسر آلام المسيح فينا، بالمسيح أيضا تكسر تعزيتنا. عشان كده يقول هنا سمعان الشيخ، رجلا بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، ينتظر خلاص إسرائيل، والروح القدس كان عليه. اللي بالكو هنا يكرر تاني ان الروح القدس هو اللي خلاه يروح الهيكل في الوقت ده، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فروح القدس قال له روح بقى، مسيح الرب موجود دلوقتي في الهيكل. طبعا في قصة في التقليد الكنسي أن سمعان الشيخ ده كان أحد ال 72 شيخ اللي كلفهم بطليموس أنهم ترجموا التوراة إلى الترجمة من الى اللغه اليونانيه، اسمها الترجمه السبعينيه، موجوده معنا حتى الان. وجه في الايه اللي بتقول هل العذراء تحبل وتلد ابنا، قال لكم معقول العذراء تحبل؟ لا لا لا، ده قصده بقى السيده تحبل او الفتاه، او حب ان هو يغير كلمه العذراء دي. عين جه في رؤيا لقي صوت بيقول له، مش عارف رؤيا ولا اعلان ولا حلم ولا، لكن اتقال له كده وهو بيقول لك الروح القدس كان عليه. قال له انت هتعيش لغايه لما تشوف وتعاين هذا المكتوب ان العذراء هتحبل وتلد ابنا. فالروح القدس قاده الى الهيكل. خلي بالكم بقى من جاي. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعوا له حسب عاده الناموس، اخذه على ذراعيه وبارك الله قائلا. يا ما الشيخ الروحاني
والآباء القديسين اتكلموا على سمعان الشيخ وهو يحمل المسيح. يا حامل كل الأشياء بقدرته. ده مين ده؟ ده المسيح اتكلم عنه كده بولس الرسول في رسالة العبرانيين، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، حامل الكون ده كله اللي يشيله سمعان على ذراعيه، يحتضنه سمعان. والحقيقة الحتة دي كل إنسان مسيحي حقيقي يشتاق إنه يحمل المسيح زي ما سمعان حمله. أنت شايل وسمعان علشان تقدمه حسب الطقس. ده هو اللي هيقدمك إلى الآب السماوي من خلال ذبيحة الصليب. لكن هو ارتضى إنه يتشال كطفل ويحمل عشان لا نحمله بالأزرع الجسدية، ولكن نحمله في قلوبنا، لأنه يشتاق أن يكون له مسكن في كل قلب. سمعان الشيخ لما شال المسيح وحمل المسيح على ذراعيه وأبصر خلاص الله، قال خلاص بقى الآن يا إيه؟ يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى، أو نور إعلان للأمم. ويقولوا الحقيقة في التقليد إن سمعان الشيخ عرف إن ده هو المسيا إزاي؟ قال شاف نور بيخرج من وجهه، شعاع نور عجيب جدا، عشان كده قالك نورا إيه؟ تجلى للأمم، نور المسيح. عشان كده يا جماعة النهاردة هنقف عند نور إعلان للأمم، نور إعلان أو ظهور حقيقي لنور المسيح لكي يتعرف عليه ليس اليهود فقط، لأن بعد كده قالوا مجدا لشعبك إسرائيل، لكن الأمم. الأمم دي عند اليهود كانوا هم يعتقدوا أن يهوى ده بتاعهم، أن بوقت الكلمة في العهد القديم أن يهوى هيعلن نفسه للبشرية كلها، وهيكون ليه أمم وشعوب تجري لكي تتعرف على إله إسرائيل. اترفض من اليهود، ولكن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فهنا نور إعلان للأمم. ويعني نور إعلان للأمم؟ المسيحية إعلان. بولس الرسول يقول إيه؟ بإعلان عرفني بالسر الذي حينما تقرؤونه تعلمون درايتي بسر المسيح. بإعلان أعرف سر المسيح. والمسيح المسيح إيه سر المسيح ده؟ قال لك سر المسيح هو أن الأمم اللي هو كنا احنا أمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. شركاء في الميراث، ما بقاش مسيح اليهود بس، ده احنا الأمم بقينا شركاء في الميراث. بل المسيح في جسده وحد الاثنين، وحائط السياج المتوسط نقضه، وخلى اليهود والأمم يبقوا ايه؟ شعب واحد. ما تعرفش دلوقتي لو جه واحد يهودي بوسطينا وبقى مسيحي، احنا اصلنا كنا أمي وثنيين، احنا ناس الفراعنة، لكن احنا دلوقتي مسيحيين. تقابل اي انسان مسيحي في اي بلد في العالم، المسيح بيوحد الكل، اله واحد ورب واحد على الكل وفي كلكم. عشان كده نور اعلان، هذا الاعلان الالهي ده مش بس خاص بالكنيسة لكن خاص بكل انسان. المسيح قال انا هو ايه؟ نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو نور العالم. طب أنت إيه موقفك من النور؟ يعني بيقول من يتبعني فلا إيه؟ فلا يمشي في الظلمة. اللي بيتبعني بقى ما يمشيش في الظلمة. ليه؟ يكون له نور الحياة، نور إعلان تجلى للأمم.
نور إعلان، وهذا النور يستعلن لكل من يريد أن يسير في النور. سيروا في النور ما دام لكم، لألا إيه بقى يدرككم الظلام. إحنا أبناء النور، عشان كده لازم نمشي في النور. وأنا أحب أوي تفسير القديس يوحنا الرسول لما يتكلم على النور إن هو المحبة. النور عند القديس يوحنا هو المحبة. من يبغض أخاه فهو إيه؟ حد عارف؟ في الظلم، في الظلم يسلك ولا فالظلم أعمت عينيه. النور هو المحبة. عايز تعرف إن قلبك فيه المسيح ولا لأ؟ وإن أنا عندي محبة ولا لأ؟ أنا بقدر أغفر لأخويا لما بيغلط فيا ولا لأ؟ بسامح الناس ولا لأ؟ أنا عندي محبة لإخواتي، أنا عندي محبة للكنيسة، أنا عندي محبة لكل الناس. أنا تصوني أول ما أشوف سيرة مرسي أو أشوف صورة مرسي في التلفزيون تقولي بكرهه، تقولي لا غلط، ما تقوليش بكرهه. إحنا لا نكره إنسان، المسيح ما علمناش كده. إحنا لا نقبل أفكاره ولا نقبل مبادئه، لكن إحنا بنحبه ونصلي له عشان المسيح يغيره. لكن ما فيش حاجة اسمها إن المسيح اللي في القلب ما يعرفش حاجة اسمها كراهية. هي طبعا ما اختارتش الكلمة صح، لأنه ما فيش حاجة اسمها أكره عدوي أحبه. لو حتى كان عدوي أحبه أعدائكم، هو مش عدوي. عدو أنا عليه عدو واحد بس، هو مين؟ فيش غيره. عشان كده أحبائي هنا نور إعلان محبة تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. آخر نقطة عشان الوقت، يقول كده وباركهما سمعان. باركهما، هما يعني إيه؟ مين؟ مين بقى؟ العذراء؟ لأن مش ممكن يبارك يبارك المسيح، ده هو مصدر كل بركة. خلي بالكم إنها دقة في الإنجيل. وباركهما سمعان. سمعان الشيخ، والبعض بيقول إن هو كان كاهن، عشان كده ممكن يبارك العذراء ويبارك يوسف النجار. لكن المسيح قال عنه بولس الرسول: الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. بيكلم عن الله الآب. البركة دي مظهرها مين؟ في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. كل البركات في المسيح. عشان كده لا يمكن كان يتقال ان بارك التلاتة، مش ممكن. وباركهما بس العذراء وسمعان الشيخ. وقال لمريم أمه: ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة إيه؟ تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. حقيقة كان في كلام كتير عايز أقوله في كلام الحلو اللي موجود ده، لكن عشان الوقت. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، يجوز في نفسك سيف. ده سيف إيه بقى؟ حد عارف؟ العذراء ما ماتتش شهيدة عشان السيف يبقى سيف فيزيكال. السيف هو إيه؟ الألم. سيف الألم، سيف الألم، سيف الألم. العذراء من ساعة موت المسيح ما تهنتش بيوم، من ساعة مولد المسيح في مزود، وبعد كده هربت لمصر ورحلة شاقة جدا، ورجعت وشافت بقى المسيح ابنها بيتعمل فيه. قالوا عليه انه مختل العقل، قالوا عليه انه هو به شيطان، وقالوا عليه انه اكل وشريب خمر، واتهامات فظيعة. وبعد في الاخر صلبوه. يجوز في نفسك سيف. هتعرفوا طماف إيريني رئيسة الدير اللي انتقلت القديسة، فمرة كنت بزورها قلت لي انا نفسي تدور لي على صورة للعذراء مبتسمة، نفسي ان انا اشوف صورة العذراء، لانها شافت الام ومريرة جدا جدا. العالم كله بيفرح عند صلابتك، اما احشائي ايه؟ فتلتهب عند نظري الى صلابتك يا ابني والهي. فقعدت ادور فعلا اشوف صوره العذراء انها بتبتسم، مش لاقي. لا يجوز في نفسك سيف. لكن انا عايز اقول تسبحه العذراء اللي قالتها
توري إن هي كانت فرحانة بالخلاص فرح عجيب، لكن فرح جوه، تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بإيه؟ بالله مخلصي. شفتوا يا جماعة، أنا عايز أقول حاجة، ده المؤمن يجوز في نفسه سيف وعنده ألام وعنده اضطهادات وعنده مشاكل وعنده خسارة وعنده مرض، لكن جوه في إيه؟ فرح. أنا كنا بشوف دلوقتي بيقول لك راشي يعني افرحي، وعندنا لحن افرحي إيه؟ يا مريم العبد افرح الله. ما احنا فرحانين بالخلاص، احنا فرحانين لان احنا الهنا الصالح له كل المجد اخلى ذاته علشان يفتدينا من الموت الابدي ويدينا حياة ابدية. افرح، افرح لان انا اصبحت وارث لله ووارث مع المسيح. افرح لان انا بقيت ابن مش عبد. افرح لان المسيح نور العالم كله، منور قلبي ومنور حياتي، ده سر الفرح. لكن تيجي بقى ألام، تيجي ضيقات، يجي خسارة، وماله وماله. امبارح كان عندي برنامج عن الاختطاف في التلفزيون، مش عارف حد شافه ولا لا. بشوفوا قناة لوجوس ما شافوهاش. بشوفت البرنامج بتاع الاختطاف ده، حد شافه؟ حد شافه؟ كنت بتكلم عن الاختطاف في بعض المذاهب الأخرى غير الأرثوذكسية يعني، فبيقولوا إن الاختطاف ده حيتم ليه؟ لأن المسيح مش عايز يخلي الكنيسة أو جماعة المؤمنين يكونوا موجودين في الضيقة العظمى اللي بيتكلموا عنها 7 سنوات دي، اللي هيجي فيها ضد المسيح أو الأنتي كرايست، فعشان كده هيختطف الكنيسة. قلت لهم يا جماعة، جبتوا الكلام ده منين؟ لما إحنا المفروض المسيح علمنا كده كده وقال في العالم سيكون لكم ضيق، بولس الرسول يقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. إحنا ننحرم من الألام ومن الاضطهادات ومن الضيقات ونقول إن الكنيسة لازم تختطف عشان ما تعينش أو ما تشوفش الضيقة العظمى؟ طب الكلام ده جبناه منين؟ فعشان كده أحبائي، أنا نفسي إن إحنا يعني صحيح الأوضاع في مصر صعبة، وإن الكنيسة داخلة على اضطهاد مرير، وإن إحنا بنشوف دلوقتي اللي بيحصل إيه في الكنائس وفي ولادنا وأحبائنا في مصر، لكن مش هو دي النهاية يا جماعة، مش هي دي النهاية. ده عربون المجد، صدقوني ده عربون المجد. ده احنا هنا كل ما تزداد ألمنا وكل ما فعلا تزداد التجارب والضيقات، كل ما ثقل المجد بيزيد وبيزيد. كما تكسر آلام المسيح فينا، بالمسيح أيضا تكسر تعزيتنا، إن كنا نتألم معه لكي إيه؟ نتمجد أيضا معه. يجوز في نفسك سيف، أنا بكلم الناس اللي في سيف في حياتهم، في ألم في حياتهم، في ضيق في حياتهم، مش خليش السيف ده يكون خليك يجي لك إحباط أو يأس أو يجي لك نوع من الاكتئاب أو الحزن. لا، افرح، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما إيه؟ تقعون في تجارب متنوعة، عالمين امتحان إيمانكم مش صبرا. ربنا يبارك حياتكم، وربنا يخليكم أنكم تفرحوا بالعذراء مريم اللي شالت السيف عنا كتير قوي، لأن ده ابنها وحبيبها وإلهها معلق على خشبة وهي واقفة تحت الصليب. ده أصعب شيء، أصعب شيء الإنسان يشوف ابنه بتشكه بس إيه؟ دبوس كده، مش متعلق على الصليب وإكليل شوك ومسامير بيدق، كان صعب جدا. لكن إحنا بناخد ده كله مجانا من إيد المسيح، أيضا لأن العذراء جاز في نفسها سيف واحتملت آلام كأم، عشان كل أم تستطيع أن تحتمل أيضا الآلام. لإلهنا كل مجد.